عندنا النهارده نموذج من النماذج المصريه المشرفه الحقيقه في الخارج، اول سيده مصريه بتشارك في وضع اربع قوانين بالولايات المتحده الامريكيه، وكمان بتتفوق على الاف المحامين وبتفوز بجوائز مهمه جدا في الولايات المتحده الامريكيه. واحنا بنتكلم النهارده عن اعظم انجاز حققتوه في حياتكم، اعتقد ان ده انجاز مهم، لكن نموذج بهذا الشكل اعتقد انه عنده انجازات كتيره منا مش فقط ده. طبعا طبعا اكيد. احنا مش هننسى كمان نقول ان تم اختيار هذه السيده مؤخرا في قائمه اكثر النساء تاثيرا في الولايات المتحده، من ضمنها ولايه كاليفورنيا. هي معانا دلوقتي على زوم، بنرحب بالمستشاره جيهان توماس المحاميه والخبيره القانونيه في امريكا. صباح الخير عليكي، اهلا وسهلا بيكي. صباح الخير عليك وصباح الخير على مصر كلها، وميرسي خالص على استضافتي النهارده. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور، يعني احنا أهلا. فخورين جدا بحضرتك، وعايزين نتكلم مع حضرتك عن المشوار كان عامل ازاي عشان نوصل لهذه المكانه. المشوار كان طويل، انا طبعا بقالي 32 سنه داخل الولايات المتحده، جيت بكليه اداب بقسم لغه انجليزيه، كافحت، قررت أخش كلية الحقوق، دخلت كلية الحقوق وبدأت من الصفر. كنت أنا المحامية والسكرتيرة لحد ما ربنا كبرني، مكتبي كبر معاه، بدأت نشاطاتي تكبر، دخلت أخذت امتحان عشان أكون خبيرة معتمدة من هيئة التخصصات القانونية، وطبعا شاركت في مساعدة آلاف مؤلفة من الناس اللي جت داخل الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم تاخد إقامة شرعية داخل الولايات المتحدة. مشوار وحاجة كفاح، بس في آخرته كان فيها فرحة وكان فيها أمل وكان فيها هوب لكل أمل. طبعا قدرت أساعد أي عائلة أو أي حد إن هو يقيم هنا أو يحقق حلمه، بشكر ربنا على ذلك. اكيد يعني فكره ان انت كمان ليكي دور كبير ما شاء الله في دعم كتير من الناس اللي كان عندهم مشكله في اوراق الهجره وكان عندهم مشكله في اوراق الاقامه، وكمان ساهمتي في انك تعدلي القوانين نفسها الخاصه بالهجره وبالاقامه وبقوانين تانية خاصه بالمهاجرين. احكي لنا القصه دي كلها اتعملت ازاي. لا دي طبعا بتطلع عن نموذج قضايا صغيره بتترفع من مكتب صغير للهجره إلى المحاكم الفيدرالية نفسها اللي هي بتخلق القوانين داخل الولايات المتحدة، وبتسمح لي عن طريقها أن أنا أترافع باسم قضية معينة وعن طريق هذه القضية المعينة بثبت حالة معينة لتغيير القانون داخل الولايات المتحدة. وبعد ما ثبت تغيير هذا القانون بيتخذ وبيستخدم لمحاكم الاستئناف اللي تحت المحكمة الفيدرالية أو قواضي الهجرة نفسهم أو المحامين نفسها. دي طبعاً بتتبع عن طريق المرافعة، المجادلة، معرفة القضية، حيثيات القضية، ضعفها، المرافعة الجيدة، وطبعاً القاضي المستمع لهذه المرافعة اللي هو بيساعدني أو بيساندني في إصدار هذا القانون. أو طبعا مكتبي اترافع في أربع قوانين داخل الولايات المتحدة، في الدائرة التاسعة وفي الدائرة الخامسة، وكنا موفقين جدا إن احنا نساعد في إنجاز أربع قوانين تساعد ناس إن هم ياخدوا حاجات شرعية. وهذا القانون يطبق على جميع القضايا اللي هي بتتبع إما الدائرة التاسعة أو الدائرة الخامسة. طيب عايزين نعرف إيه هي هذه القوانين، يعني هذه القوانين تهتم بإيه؟ هل شاركنا في وضع هذه القوانين ولا في تعديل هذه القوانين؟ لا، في إخلاء هذا القانون، ليس تعديلها، وليس ومش عايزة أقول تعديل، ولكن خلق قوانين. القانون الأول اللي بيسمح للشخص إن هو يستند على إنه لو اتأخر في تقديم معاملة اللجوء وكان اتضحك عليه من باراليجل، ممكن القانون يديله استسماح إن هو يعدي موضوع السنة. تمام. بالاستثناء ده هو. القانون الثاني ممكن الشخص الأب أو الأم يحصلوا على الحماية بناء على الأذى اللي حصل لابنهم. والقانون الثالث هو فتح مكتب أو فتح محاكمة ترحيل بناء على تغيير جذري أو شخصي في حياة الشخص ده، حتى لو كان عليه أمر ترحيل من المحاكم الفيدرالية داخل الولايات المتحدة. والقانون الرابع هو قدرتك على فتح قضيتك، موشن تو اوبن، بتسمح لك مره واحده ومش اكتر من مره.
أكيد. طيب فدي إحنا القوانين عندنا اللي هي جوائز، اتخلقت عن طريق المرافعات. هايل، جوائز توب لوير وسوبر لوير، وكمان عندنا الجائزة الأخيرة اللي منحتها لك لوس أنجلوس ماجازين، اللي هي واحدة من أكبر أو أعلى محاميات النساء في ولاية كاليفورنيا. أنا عايزة أعرف بقى كل التفاصيل، المسابقات دي إزاي فزتي فيها، إزاي اتقدمتي ليها أصلا، رأي لجنة التحكيم اللي على أساسه اختارتك، كل التفاصيل. لا هي بصراحة أنا ما برشحش نفسي، هم بصراحة هم اللي يعني بياخدوا نموذج معين وهم بيحطوهم في يعني سامحوني في اللغة العربية للترشيح، وبعدين اللي بيحصل إن هم بيشوفوا إنجازاتك إيه، بيشوفوا نسب النجاح اللي أنت بتعمليها، الخدمات اللي أنت بتعمليها للجالية. لازم to be on top 5%، top 5% على top المحامين كلهم في الولايه بتاعتك. ودي ايه اللي بيعمل الكرايتيريا دي؟ الكرايتيريا دي بتبقى عن طريق مثلا كميه القضايا اللي اترافعتي فيها، القوانين اللي بتتخلق بسبب مرافعاتك في المحاكم الفيدراليه، الانجاز بتاعتك. لو انا بدرس لمحامين تانيين اصغر مني لمرافعات قدام المحاكم الفيدراليه، دي من الحاجات اللي بنعمل برضو مكتبي بيساعد فيها. دي بتتاخد كلها وبتتعمل على مجموعة قضاة، وهم اللي بيرشحوا مين المحامي اللي بيفوز بهذا التوب. وبصراحة أنا فزت في خلال ال9 سنين الأخرانية من سنة 2014 لحد 2023 بتوب سوبر لوير فور إميجريشن وناشوناليتي لو. طيب ده عظيم جدا. حضرتك بقالك كتير قوي في الولايات المتحده الامريكيه، 32 سنه، ودلوقتي أنا بتقولي سامحوني عشان العربي، ما بتنزليش مصر؟ لا انا اكشلي كنت بنزل مصر بالهبل، كنت بنزل كل 3 شهور، بس بعد وفاة والدي ودفنته من 4 سنين ما رحمه نزلتش الله تاني، عليه. وما كانش عندي حد، فدي كانت اخر نزلة ليا بصراحة. بس انا كنت بنزل مصر وانا بحب مصر، وانا دلوقتي في الاتحاد المصري الامريكي، وبحاول يعني كلنا نخدم بلدنا عن طريق عشان رئاسة كده الاتحاد بسأل استاذ حضرتك ان احنا رأفت سليم. بكل تأكيد احنا بنحتاج خبرة اي شخص في اي مجال مصري مقيم في الخارج، فطبعا في انتظار حضرتك لو وقتك يسمح طبعا تشرفينا في مصر، وبكل تأكيد هنستعين، مصر بتستعين دايما بالخبرات اللي في الخارج، Definitely. وانت عندك سي في محترم يعني ما شاء الله، انت عندك انت تاريخ وانجازات كتيرة قوي محققاه. ميرسي يا فندم. انا بس عايزه اقول لك انا برضو من ضمن الاتحاد المصريين بالخارج في الولايات المتحده، وانا النقيبه يعني او النقيبه القانونيه او المحاميه القانونيه ليهم، واحنا عن طريق برنامج الاتحاد المصريين الجاليه بيرأسها الاستاذ رأفت صليب بنحاول نساعد وندي لبلدنا اللي هي خلقتنا ونشأتنا وساعدتنا ان احنا برضو ننجح، ان احنا بنحاول ان احنا نروج السياحة من هنا، بننزل افواج سياحية، بننزل علماء تساعد بالعلم بتاعها، ونزل دكاترة عشان تدي العلم بتاعها وتعمل زي اوبريشنز في القوات المسلحة. دكتور فؤاد غالي برضو من الناس اللي نزلت من هنا تعمل عمليات، وندي من الإنجازات اللي احنا أخدناها هنا لبلدنا مصر. أكيد. الفترة اللي فاتت تم اختيار حضرتك واثنين من السيدات المصريات في قائمة التوب 40 لكاليفورنيا، وكانوا بيتكلموا عن قد ايه انتم شخصيات مؤثره، حضرتك والاستاذه ليلى بنس والاعلاميه ماري فيكتور، فانتم عملتوا شكل مختلف خالص لشكل المراه المصريه، وكنتوا خير سفير برضو. ازاي تم يعني ترشيحكم او ازاي اختاروكم في القائمه الاكثر تاثيرا من ضمن 40 سيده؟ واضح ان في مشكله في الاتصال. المستشاره جيهان توماس المحاميه والخبيره القانونيه بالولايات المتحده الامريكيه، سعدنا بوجودك معانا النهارده، وسعدنا بالانجاز الكبير اللي قدمتيه، خصوصا احنا شايفين مع بعض شاذلي على الشاشه كميات من الشهادات المختلفه من اماكن مختلفه بتبين قد ايه ان الست المصريه موجوده وفعلا بتقدر من خلال التعليم ومن خلال انها قد ايه دايما عندها القدره على انها تقدم شكل مختلف، بتقدر توصل وبسهوله كمان للآخر، والناس بتثق فيها، وإلا ما كانتش هتاخد أكبر عدد من القضايا اللي يساعدها إنها تبقى مرشحة
بالفعل للجوائز دي. طب هي رجعت معانا مره تانية دلوقتي الاستاذه جيهان. طيب يا استاذه جيهان ازي حضرتك مره تانية ويعني واحنا بنتكلم كان في جانب بقى كنا عايزين نتكلم فيه مع حضرتك، الجانب الاسري بقى البيت او الحياه الشخصيه لحضرتك، الناس عايز تعرف اكتر عن الاستاذه جيهان. هو عايز اقول لك انا متجوزه، وجوزي بصراحه كان نقطه حلوه قوي في حياتي ان هو شجعني ان انا اقعد في امتحان اكون المستشاره فيها، لقب المستشاره هو بصراحه اللي ساعدني، وهو بصراحه بيستحملني كتير، بغيب كتير قوي عن البيت بسبب قضاياي وبسبب طبعا حاجات قضايا كتير بسافر فيها لان بمثل الناس في جميع الولايات داخل الولايات المتحده. طبعا حياتي كلها عندي يعني حياتي الأسرية ممكن أقول 80 منها للشغل و20% للأسف للبيت، بس ده اللي أقدر أقول لك على حياتي الشخصية. يعني أكتر حاجة لشغلي، على الرغم إن أنا بكبر وعندي ناس ومحامين برضو بيشتغلوا معايا في المكتب، بس كل ما بتكبر مسؤولياتي كل ما بتكبر برضو إن أنا ببص طبعا، على وكل شغلي الشكر أكتر لزوج عشان حضرتك طبعا أتأكد ان هو بيساعدك عشان توصل لهذه المكانة. طبعا انا بشكره ان هو وقف جنبي وشجعني وكان دايما بيشجعني وبيفتخر بيا، فدي حاجه نقطه حلوه قوي في حياتي ان انا اذكرها لجوزي في حياتي الاسريه. اكيد. طيب خلينا نقول النهارده سؤال حلقتنا بيقول اكتر انجازاتك او ايه اكبر الانجازات اللي انت حققتها في حياتك؟ هنسالها لك بقى استاذه جيهان، اكبر انجازاتك ايه؟ اكبر انجازاتي ان انا ساعدت آلافات مؤلفة من ناس أماكن مرموقة داخل الولايات المتحدة، مكتبي ساعدتهم من هم. دي بالنسبة لي أحلى حاجة عملتها في حياتي، إن أنا قدرت أفتح بيوت والناس دي في أماكن بشوفها أماكن عالية قوي داخل الولايات المتحدة، وبشكر ربنا إن أنا قدرت إن أنا أفرح عائلات أو أساعد عائلات كان نفسها إنها تحقق حلم معين إنها تعيش هنا أو تعيش بطريقة شرعية، وإن هم دلوقتي مش بس شرعيين بس في أماكن مرموقة وبيخدموا المجتمع الأمريكي ومجتمعهم مصر كمان. أكيد. كل الشكر ليكي المستشارة جيهان توماس، المحامية والخبيرة القانونية في أمريكا.